ثم أحبائي بيتكلم عن شهادة الكتب. يقول الكتاب له يشهد جميع الأنبياء، ثم يقول فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. خليني أسألك، مين من الأنبياء يتجرأ ويقول هذا الكلام؟ من من الأنبياء يتجرأ ويقول أنا أرسل الأنبياء؟ من من الأنبياء يتجرأ ويقول يعني أنه هو الديان للأحياء والأموات؟ من من الأنبياء تستطيع أن تقول أن الأنبياء كتبوا عنه أو عن سيرته؟ ما فيش أحبائي، هاي كتب التاريخ بين إيدينا. إذا لقيت آية ولا لقيت شيء في محل تاني بليز من فضلك خبرني. فإذا الدلالات والشهادات والنبوات أمور عظيمة عجيبة خارقة، ندل على شيء أحبائي. كاتب واحد من خلال هؤلاء الأنبياء هو الروح القدس. فتشوا الكتب.